مش ماما دول جيراننا بيتبقوا قاعدة ما تزن اليوم صينية مع الفطور. شو البارحة تدزيتي لهم صينية بها أشكال وألوان تمر من الشوربة وأشكال وألوان انتي حاطة بيها. هم دول بيتبقوا قاعدة من الفطر شنو؟ احنا غير ولد خير ولد أصل وفصل متعلمين على هاي الشغلات. احكي لك على ماضيهم هم شنو؟ زين ماما وعماتي ما جن صالحنيش كل لك رمضان كريم. عماتك؟ عماتك شنو؟ يعرفني صالحين يعرفني اعتبرين. خاف ابوك ما قايل لك على عماتي شنو؟ تعرفين شنو جا؟ لا اله الا الله. قلت ماما شنو الفطر اليوم؟ شو راح تسوين؟ اليوم اريد اسوي طبخه افنش بيها جيراننا هاي مصالح. البارحه جايبه لي معون عبالها هي طابخه فشي وتريد تخلي راسها براسي بالطبخ. لو تشوفين هي شلون كانت تطبخ لعبان نفس اول ما زوجت. اي ما احكي لك، احكي لك عليها شلون كانت تطبخ وجايه هسه تدز لي معون. عشان انت تحكيني واحنا صايمين. اللهم اني صائم. انت قلت عن الفطر يا وهم ذولا بيت ابو حاتم الفقور شنو؟ شو معرفهم بالاصول؟ بيت ابو ادم؟ يلا شو سويت؟ شغليته لا هي ما اعرف شو صوروني هيك باعي عود رمضان احنا هيجي وشغلي هو بس هيك سو اوكي كافي يلا سدي تطبخ وجايه هسه تدز لي معون هاي عشان تحكيني واحنا صايمين. اللهم اني صائم. احكي لك عليها شلون كانت تطبخ وجايه هسه تدز لي معون. اقول ايه زين ماما وعماتي ليش لازم اضحك هسه؟ اشتغلت يلا اقول لك ماما شو سويت؟ شغلي اوكي هسه حتى قبل التبريتش يلا اقول لك ماما زين وعماتي ما اجن عليك قال لي ايش هاي الحين ليش اقول لك اقول زين اقول لك ماما رمضان كريم سامحني سامحني اعيديها لازم اضحك